بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: ولا يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته انقراض العصر. هو يتكلم هنا على هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة بين العلماء بانقراض العصر، ويقصد بالعصر هنا يعني زمن أهل الإجماع، يعني إذا أجمع أهل الإجماع والمجتهدون على مسألة من المسائل، فهل يشترط في انعقاد الإجماع ويشترط أيضا في حجيته أن يموت هؤلاء المجمعون أم لا؟ هذه هي صورة المسألة، أن أهل الإجماع اتفقوا على رأي من الآراء، فهل يشترط في هذا الاتفاق أن ينقرض هؤلاء أم لا؟ خلاف بين الأصوليين. ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط في انعقاده وحجياته، هما حاجتين، هما شيئان. انعقاده يعني أنه حصل الاتفاق، هل هذا الاتفاق يكون حجة أو ليس بحجة؟ يعني بموت هؤلاء المجمعين يحصل أن الإجماع قد انعقد وصار حجة من الحجج، يعني مثل الله أكبر بتكبيرة الإحرام انعقدت الصلاة، وبالسلام انتهت الصلاة، فهل يا ترى انقراض العصر ويقصد بهم موت العلماء المجمعون في هذه المسألة، هل هو شرط لانعقاد الإجماع؟ بمعنى أننا نقول قد حصل الإجماع، وشرط أيضا فيه أن يكون الإجماع حجة أم لا؟ الأكثرون من أهل العلم قالوا بأن الإجماع بمجرد الاتفاق صار منعقدا وحج، مات المجمعون أو لم يمت المجمعون. وذهب الحنابلة وعلى رأسهم إمامهم إلى أنه يشترط لانعقاد الإجماع ولحجية الإجماع أن يموت أهل العصر المجمعون، أن يموت أهل العصر المجمعون، بمعنى أنه لو اتفقوا لم ينعقد الإجماع، وعلى هذا يجوز لأحد منهم أن يرجع في رأيه وفي قوله، وأن يغير ما ذهب إليه. وأما على رأي الجمهور فلا يجوز، ما دام اتفقوا انعقد الإجماع وصار حجة بنفس الاتفاق لا بوفاة أحد منهم. بأن يموت، الباء هنا للتصوير، بأن يموت أهله يعني أهل الإجماع على الصحيح، أي على الصحيح وهو مذهب أكثر أهل الأصوليين من الأقوال، يعني في أقوال مش قولين، ولكن المسألة في مجملها على قولين، وعندما نريد نجد أقوال أخرى نريد أن نفصل، فيكون الفاء هنا للتفريع، يعني كون اتفاقهم حجة مبني على عدم الانقراض، يعني ما دام اتفقوا، أي فينبني على عدم اشتراط انقراض العصر أن اتفاقهم حجة بمجرده، يبقى الفاء دي اللي هي مشايخ، فاء التفريع.
يعني ايه؟ يعني ان هذا الكلام وهو اتفاق حجة بمجرده مبني على عدم اشتراط انقراض العصر، فيكون اتفاقهم حجة بمجرده، يعني بمجرد الاتفاق غير مشروط بشيء آخر، لأن أدلة حجيته ليس فيها تعرض للتقييد بانقراض المجمعين فيبقى على إطلاقه، لأن الأصل إذ الأصل عدم الإطلاق، إذ الأصل عدم التقييد، مش الأصل عدم الإطلاق، إذ الأصل عدم التقييد. الدليل إيش؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو أن أدلة الإجماع، أي الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع، لم تذكر شرطية انقراض العصر، فمن يدعي أن الحجية مقيدة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل عدم التقييد. وأنتم ذكرتم أن هذا شرط من شروط الإجماع، طب أين الدليل على هذا التقييد؟ فإن كان لديكم دليل أيها المخالفون فلتخرجوه لنا حتى ننظر أهو دليل أم شبهة لا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها. قال: لأن أدلة حجيته، أي حجية الإجماع، ليس فيها، أي في هذه الأدلة، تعرض، يعني ليس في هذا الاشتراط للتقييد بانقراض العصر، فيبقى الفاء هنا أيضا للتفريع، دفاع يا مشايخ تفريعية، أي فينبني على أنه ليس هناك تقييد في الأدلة أن يبقى الدليل على إطلاقه. والمطلق يشمل صورة عدم انقراض العصر، صدق بها، إذ الأصل عدم التقييد، وهذه من القواعد التي نحتاج إليها في المناظرة وفي المجادلة. عندما تجادل أحدا في مسألة من المسائل ويذكر قيدا من القيود، ينبغي عليك أن تسأله عن دليل ذلك القيد، لأن الأصل عدم القيد، فإن قيد المسألة عليه أن يأتي بدليل. والقول الثاني، طب ما هو القول الأول بيقول ما فيش دليل والقول الثاني يدعي وجود الدليل، مردود على دليلهم وليس دليلا. قال: القول الثاني يشترط، يعني يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع وحجيته، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده. يشترط لجواز بمعنى احتمال، أن يطرأ يعني أن يحدث لبعضهم، أي لبعض المجتهدين، ما يخالف، ما يعني شيء، لأنها نكرة بمعنى شيء، يخالف اجتهاده. احتمال أن المجتهد بعد أن يقول هذا الرأي يتأمل في مرة ثانية فيجد أنه قد وجد دليل آخر، تأمل، درس مرة ثانية فاطلع على ما لم يطلع عليه في الأول مرة الأولى، فيترك ما ذهب إليه أولا ويرجع إلى ما رجح إليه ووجده ثانيا، ده احتمال. قال: لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فارجع عنه، أي فارجع عن اجتهاده الأول، لأنه قد يطلع على دليل. وأجيب من طرف الجمهور
هذا الجواب من طرف الجمهور القائلين بأنه لا يشترط، وأجيب بأنه لا يجوز، يعني لا يصح. يبقى يجوز فيما سبق اللي هو لجواز يعني الاحتمال، وهنا وأجيب بأنه لا يجوز يعني لا يصح له الرجوع. لماذا؟ قال لأنه ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لماذا لا يصح؟ قال لأنه قد انعقد الإجماع، وما دام أن الإجماع قد انعقد لا يجوز لأحد أن يخالفه، لأننا قد سبق أن قلنا بأن الخرق الإجماع حرام. قال وأجيب عن هذه الشبهة بأنه أي بأن الحال والشأن لا يجوز يعني لا يصح له أي لذلك المجتهد الرجوع يعني العودة عنه أي عن هذا الاتفاق وهو الإجماع. لماذا؟ قالوا لأنه قد حصل الإجماع، لأن الإجماع قد انعقد برأيه أولا، وإذا انعقد الإجماع حرم عليه أن يرجع عن ذلك. قلنا وإذا قلنا بالثاني، ده أراد هنا أن يفرع على ما ذهب إليه الإمام أحمد. وإذا قلنا بالثاني فهل يشترط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم؟ لم يكتفي بذكر مذهب أحمد ولكنه فرع عليه. طيب هيا بنا ندخل في عقول الحنابلة القائلين بأنه يشترط لانعقاد الإجماع وحجيته انقراض العصر. هل المراد بالانقراض موت جميع العلماء أم موت غالب العلماء المجتهدين أو علمائهم أو العلماء الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد؟ أقوال فيه ثلاثة آراء، وعلى كل رأي من الآراء مرجح ودليل. يعني من قال بكلهم هذا رأي، ومن قال بغالبهم هذا رأي، ومن قال لا يشترط كمان مع موت المجتهدين موت العلماء المقلدين ده رأي. وكل رأي من هذه الآراء منبني على مسألة، فاهمين مشايخ؟ أتفهمون أم لا؟ قال فيه ثلاثة آراء. الأول اللي هو إيه الأول يا مشايخ؟ الذي يقول المعتبر هو موت كل المجتهدين، يقول يعتبر العامي والفرد النادر. يعني إيه؟ يعني بيقول إحنا عايزين نقول انقراض كلهم علماء ومجتهدون، يبقى كلهم علماء ومجتهدون، غالبهم غالب العلماء والمجتهدين أو علمائهم. علمائهم يقصد بهم المجتهدون. نرجع تاني نقول لأن احنا في جزء كده لم ندقق فيه. كلهم يعني تكتب فيها كده علماء ومجتهدون، غالبهم يعني غالب العلماء والمجتهدين أو علمائهم، يعتبر قول موت المجتهدون فقط. كل رأي من هذه الآراء منبني على مسألة قد ذكرناها قبل ذلك، هل الإجماع يتأثر بمخالفة العامي
أم لا؟ وقلنا بأن العامي هو الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد. فهل الإجماع يتأثر بمخالفة العامي أم لا؟ يبقى من قال بأنه يعتبر موت كلهم يقول بأن العامي قوله معتبر في الإجماع، ومن قال بأنه الإجماع ينخرق بمخالفة واحد قال هنا أيضا لا بد من موت الجميع حتى يصير حجة تامة، لأنه لو بقي واحد يبقى كأنه مخالف، ودم مخالف يبقى يضر مخالفة الواحد مع اتفاق البقية. قال قول الأول قول من يعتبر العامية والفرد النادر أي في الإجماع نظر عن المجمعين، فيبني اشتراط انقراض جميع أهل العصر. يبقى فهمنا القول الأول ده مبني على إيه؟ اللي هو قال بأنه يشترط موت الجميع، علماء ومقلدين، علماء ومقلدين، مجتهدين وعلماء، ما احنا عايزين نسميها بأسماء احنا نعرفها، كلهم يعني موت المجتهدين وموت العلماء المقلدون. يبقى من يعتبر العامي يعني يعتبروه في الإجماع، ويعتبر الفرد النادر يعني يعتبره بمعنى أنه يقول بأنه لو يعني ند أحد من المجتهدين على الإجماع لا ينعقد. والثاني قول من لا يعتبر الفرد النادر، بيقول لك والله الإجماع يحصل في الأغلب، يعني هب أن 90% من العلماء اتفقوا وفي 10% هناك 10% يعني خالفوا، هل ينعقد الإجماع؟ لأن العبرة بالأغلب. والثالث قول من لا يعتبر العامي، اللي هو إيه؟ اللي هو أنه يعتبر موت المجتهدون فقط، إن المجتهدين هم المعول عليهم في انعقاد الإجماع، وأما العامة فلا يعتبرون. والقول الثالث في هذه المسألة يشترط، أني مسألة من شيخ اللي احنا بنتكلم فيها، ها المسألة اللي هي انقراض العصر، قول لا يجيز قال أنه لا يشترط، وقول قال أنه يشترط، والقول الثالث قول مفصل، والرابع مفصل، والخامس مفصل، والسادس مفصل. يبقى في الحقيقة هم ثلاثة أقوال، قول بأنه لا يشترط، وقول بأنه يشترط، وقول فيه تفصيل، وتحت التفصيل مذهب 2 3 4. والقول الثالث هو قول مفصل، يشترط انقراضهم في الإجماع السكوتي. بالنسبة للإجماع السكوتي يعني ايه الإجماع السكوتي؟ يعني الذي عرفت فيه الموافقة بالسكوت، كأن يقول بعضهم ويسكت الباقون، أو بأن يقول بعضهم ويفعل بعضهم ويسكت البقية، يبقى ده إجماع سكوتي. بالنسبة للإجماع السكوتي يشترط، أما الإجماع القولي فلا يشترط، لأن الإجماع السكوتي ما علمت فيه الموافقة إلا بالسكوت، والسكوت ليس كالقول، لا يدل على الموافقة كالقول، فينبغي أن يعني ننتظر إلى وفاة أهل الإجماع. فإذا ماتوا جميعا ولم يخالف أحد منهم ما يعني قاله بعضهم، علمنا من ذلك أنه موافق وغلب على ظننا الموافقة. طب ولو هو قبل أن يموت، احتمال يكون في مرحلة النظر، في مرحلة البحث، في مرحلة الدراسة، وسكوته من أجل هذا.
قال يشترط انقراضهم في الإجماع السكوتي لضعفه. فين جهة الضعف؟ أنه لم تعلم فيه الموافقة صراحة، وإنما علمت فيه الموافقة بالقرائن، بخلاف دون القول، دون الإجماع القولي، لأن الإجماع القولي المجتهد قال برأيه والمجتهد الآخر، كل المجتهدين صرحوا بآرائهم. والرابع يشترط، أي يشترط الانقراض فيما فيه مهلة بفتح الميم، أي تأن وتؤدى، يعني شيء محتاج إلى إيه؟ إلى تأني، محتاج إلى تؤدى، محتاج إلى وقت للدراسة والاطلاع، لأنه أمر خطير. يشترط فيما، يعني يشترط الانقراض فيما فيه مهلة، بخلاف ما لا يمكن استدراكه كقتل النفس واستباحة الفرج. قتل النفس اللي هو الأمور الخطيرة التي لا تستدرك، لا تستدرك يعني إيه؟ يعني مش هينفع إن أنا أرجع فيها. أنا اجتهدت وجدت الفلان الفلاني ده مستباح الدم، وكلنا اتفقنا على أنه مستباح الدم، نحن المجتهدون، ده أمر خطير، ما أقولوش أنا وبقية المجتهدين إلا بعد نظر شديد لا يتخيل فيه بعد ذلك رجوع. فما لا يستدرك نظرا لخطورته ونظرا لعظمه ونظرا لي يعني أنه مجال عظيم وخطير، لا يقال إلا بعد إمعان النظر، إلا بعد التأمل، إلا بعد البحث، فلا يحتمل فيه كما قال صاحب القول الثاني الرجوع، لأنه ما صدرش إلا بعد دراسة عميقة الأصل فيها ألا تعاد. أما ما يمكن استدراكه لو وقع، لو وقع ممكن استدراكه، أفتينا برد هذا المال، ممكن أرجع المال، لكن أفتينا مثلا بقتل النفس الفلانية، وما ينفعش، هترجع فين؟ ده النفس إذا أزهقت لن تعود. استباحة الفرج، أفتينا بحل هذا النكاح، فدخل الرجل على المرأة البكر، هترجع لها البكر إزاي؟ وهترجع الروح إزاي؟ ما ترجعش. فهذا الأمر من عادة المجتهدين أن يتأملوا فيه تأملا شديدا، وأن يصلوا فيه إلى حل بصورة لا يتصور منهم أن يعودوا في أقوالهم مرة ثانية. قال يشترط فيما فيه مهلة بخلاف ما لا يمكن استدراكه كقتل النفس، لا يشترط فيه. أما ما فيه مهلة ويمكن أن احنا نرجع فيه، يمكن أن احنا نجد فيه دليل، قال يشترط فيه. طب ما لا يعني يكون يمكن استدراكه؟ قال ده يعني يغني عنه، يغني عن انقراض العصر حالته من أنه لا يقال إلا بعد بحث شديد. لأن إحنا لما قلنا بانقراض العصر، قلنا بانقراض العصر لماذا؟ الاحتمال أن يجد دليلا فيعود عن اجتهاده الأول. فإحنا فيما لا يمكن استدراكه حالته الطبيعية أغنت عن انقراض العصر، لأنه لا يصدر إلا بعد بحث عميق، لا يتصور يعني لا يحتمل فيه رجوع. والخامس يشترط إن بقي من المجمعين كثير وضبط بعدد التواتر بخلاف القليل إذ لا اعتبار به. الخامس يشترط إن بقي، يشترط يا مشايخ يعني يشترط انقراض العصر، إن بقي من عدد من الأهل الإجماع عدد يحصل التواتر بإخباره.
بخلاف ما إذا بقي عدد لا يحصل التواتر بإخباره، فحينئذ إذا بقي هذا العدد فالإجماع قد انعقد. يعني هب إن العلماء المجتهدون في زمان من الأزمنة اتفقوا على رأي وكانوا عدد، ومات منهم عدد لو افترضنا أنهم أخبروا بخبر حصل بإخبارهم التواتر، عند موت هذا العدد الذي يحصل بإخبار التواتر ينعقد الإجماع ويكون حجة، والعدد الباقي القليل الذي لا يحصل بإخباره التواتر لا عبرة به. يبقى يشترط الانقراض إن بقي عدد، لو أخبر حصل بإخباره التواتر فحينئذ لا بد وأن يموت ذلك القدر حتى ينعقد الإجماع، فإن لم يمت ذلك القدر يبقى ما لم ينعقد حينئذ وليس بحجة. يشترط انقراض العصر إن بقي من المجمعين كثير، يعني عدد كثير، وهذا العدد الكثير ضبطه أهل العلم بعدد التواتر بخلاف العدد القليل إذا بقي فإنه لا يضر ويكون الإجماع قد انعقد وصار حجة إذ لا اعتبار به، يعني إذ لا اعتبار بالعدد القليل لأن الحكم مبني على الأغلب. وهذا التفصيل حكاه القاضي الباقلاني وأشار إليه ابن برهان. والسادس أي من الأقوال لا يشترط، يعني لا يشترط انقراض العصر إن استند الإجماع لقاطع، يعني إن كان الإجماع مستند لدليل قاطع فلا يشترط انقراض عصر المجمعين، بل بمجرد اتفاقهم صار اتفاقهم حجة وإجماع. لماذا؟ لأن القاطع لن يرجع عنه الإنسان، أنا أجمعنا على قاطع، أجمعنا على شيء لا يختلف عليه أحد، فلا يحتمل حينئذ أن يرجع أحد عن ذلك الرأي لأنه دليل واضح ساطع ينجمع عليه الناس. قال الشيخ بخيت: فالقطعية وعدمها راجعة إلى المستند، فالقطعية وعدم القطعية عائدة إلى المستند لا إلى الحكم، مش هم قاطعون بالحكم، لا هم قاطعون بالمستند بالدليل. قال: وإلا، يعني وإن لم يكن قد استندوا إلى دليل قاطع فيشترط تمادي الزمان، مش كمان تمادي الزمان، ده إمام الحرمين ده عبقري بيقول لا ده أنا عندي حاجة تانية خلاف هذا، مش هيشترط بقى انقراض العصر، يشترط طول الزمان اللي هو زمان إيه. أنا أفاهم الكلام على إنه زمان البحث والمناظرة، المسألة ليها وقت معين في البحث والمناظرة، فإذا أخذت هذا الوقت من البحث والمناظرة ولم يظهر فيها رجوع فحينئذ ينعقد الإجماع. يعني المسألة دي أنت بتبحث فيها قد إيه؟ 5 أشهر. إذا اتفق العلماء وبعد 5 أشهر لم يخالف أحد ينعقد الإجماع. عبقري إمام الحرمين، عبقري يعني عقله فز، عقله فز يعني عقل نادر، نادر الوجود.
قال وإلا، لكن هو إمام الحرمين ذكر الشرط ده هنا، بيقول لك هذا التفصيل لإمام الحرمين وقد يفرق فيه بين، طيب كلام طويل في الحاشية إذا أردتم أن ترجعوا إليه. انتهينا من هذه المسألة، ندخل بعد ذلك على مسألة أخرى. فإذا قلنا انقراض العصر شرط، ما زال يتكلم على مسألة انقراض العصر، وكل ده يعني أتى به لا لكي يبني على كلام الجمهور، ده يبني على كلام القائلين باشتراط انقراض العصر، وده فن بديع كيف تبني على كلام مخالفك وكيف تفرع عليه. وما ذاك إلا الملكة، ملكة مش رأيك انت بس، لقيت انه هو لا يشترط فخلاص بقى انا هوجع، يعني كما يقول المصريون انا هوجع دماغي ليه، ما خلاص ما هو لا يشترط، اركب بقى كل ده الغيه. لا، ليس هكذا العلم. العلم ملكة يستطيع ان هو يفرع على كلام المخالف مع انه غير معتقد به، مع انه لن يعني يقل به، وانما استطاع بملكته ان يفرع على كلامه، ودي ملكة عالية جدا، مع خامة، مع مقص يستطيع ان يعني يستخدمه متى شاء وكيفما شاء. هي دي اولاد الصناعة. فاذا قلنا انقراض العصر بموت كل المجمعين شرط، اي شرط في حجية الاجماع، فيعتبر قول، فيعتبر قول، يبقى فان قلنا انقراض، فان قلنا انقراض العصر شرط في فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر في الانعقاد، يعني استمرار انعقاد الإجماع، قول من ولد في حياتهم. ده سؤال بيعرضه، بيقول طب لا، عندما نقول بأن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع وشرط أيضا في حجيته، فقبل أن يموت المجمعون ولد شخص وتفقه، يعني طلب الفقه، وصار بعد طلبه للفقه من أهل الاجتهاد، فهل يعتبر كذلك موته أم لا؟ الصورة بطريقة أوضح، اتفق أهل الإجماع على حرمة الشيء الفلاني، وقلنا بأن انقراض العصر حج، وبعد اتفاقهم ظهر مجتهد جديد تفقه طلب العلم وصار من أهل الفقه الكبار، فهل يشترط أيضا موته حتى ينعقد الإجماع أم لا؟ قال نعم يشترط، لأنه صار مجتهدا يؤثر برأيه. قال فيعتبر في انعقاد في استمرار الانعقاد قول من ولد في حياتهم، يعني في حياة أولئك المجمعين، وتفقه يعني صار فقيها وبلغ رتبة الاجتهاد، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم لأنه مجتهد، ولأن الإجماع في مرحلة يعني القبول والرد، في مرحلة كينونته واستمراره، وفي مرحلة عدم استمراره. يعني إن افترضنا أنه نظر وتأمل في المسألة ويعني أخذ قولا مغايرا لما قاله يعني هؤلاء المجمعون، اعتبر رأيه لأنه مجتهد من المجتهدين،
ولأن مخالفته يعني تقدح في انعقاد هذا الإجماع. قال: فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم ولهم على هذا، يعني ولهم على ذلك القول الذي يقول بأن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع وحجيته، أن يرجعوا عن ذلك الحكم، لأن ده فائدة القول بانقراض العصر، أنه يجوز له أن يرجع، الذي أدى اجتهادهم إليه، يعني يجوز لهؤلاء أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اتفقوا عليه، لأنه لم ينعقد الإجماع حتى يحرم حينئذ كما قال هؤلاء. والإجماع أتكلم بعد ذلك على قضية الإجماع وأنواع الأشياء التي يحصل بها الإجماع. قال: الإجماع إما أن يكون قولي، وإما أن يكون فعلي، وإما أن يكون مركبا من القول والسكوت، ومن القول والفعل. قال: والإجماع يصح بقولهم كأن يقولوا، وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه، أو أن يفعلوه أيضا. يبقى الإجماع القول أن يصدر من كل المجتهدين قول صريح، الفعل يعني أن يفعل أهل الإجماع معا فعلا واحدا ولا يتكلموا، ده نادر، أهل الإجماع كده يذهبوا جميعا إلى محل عصير القصب ويشربوا القصب معا، فشربهم للقصب يدل على جواز شربه وعلى حله، ويبقى إجماع. ولكن نادر، يعني ده مسألة خيالية إن هم يفعلوا من فقط من دون أن يقولوا أو يشربوا مثلا فيروز، فيدل فعلهم يعني فعل أهل الإجماع على جوازه، أي على جواز ذلك الفعل الذي فعلوه، لعصمتهم أي لأنهم معصومون ومحفوظون من أن يقعوا في خطأ وما يخالف الشر. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على الإجماع السكوتي فقال: وبقول البعض وبفعل البعض، ويعني أن يقول القول البعض قولا وأن يفعل الآخرون، وينتشر ذلك. هو بيقول إن وبفعل البعض دي سقطت من نسخة، ماشي، وانتشار ذلك القول أو الفعل يبقى ده شرطه، يقول البعض أو يفعل البعض أو يقول البعض ويسكت الآخرون، ويكون هذا القول الذي قيل منتشر، يعني يذاع على وسائل الإعلام يطلع عليه المجتهدون، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه، يعني بقية العلماء، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، ده مصطلح، ده اسمه. وحاصله أن يقول، يعني حاصل تعريف الإجماع السكوتي بصورة واضحة وبسيطة، أن يقول بعض المجتهدين حكما، بعض المجتهدين يقول حكم ويسكت الباقون عنه، واضح مع بلوغ ذلك القول إليهم، أو يفعل بعض المجتهدين فعلا ولم يصدر منهم قول ويسكت الباقون عنه، واحد فعل والتاني سكت، واحد قال والتاني سكت، يبقى ليه صورتين اهو، أو ليه صورة تالتة، واحد قال والتاني فعل والتالت سكت، برضك إجماع سكوتي حصل فيه السكوت، واضح جدا.
ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، وحاصله أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون منهم عن ذلك الحكم، أو يفعل بعض المجتهدين فعلا ولم يصدر منهم قول، يعني فعل هؤلاء شربوا عصير القصب، وانتقل هذا الشرب إلى بقية المجتهدين وسكتوا ولم يقولوا بما يخالف هذا، ويسكت الباقون منهم عليه، على ذلك القول أو على ذلك الفعل، وأن ينتشر بشروطه بقى اهي، ادي واحدة اهو، ادي أول شرط من شروط الإجماع السكوتي حفظكم الله، أن ينتشر، ينتشر يعني مثل هذه الأيام يزع في وسائل الإعلام أو يكتب في الصحف بحيث يبلغ الكل، بحيث يكون هذا الانتشار بالغا لكل المجتهدين. يبقى الحيثية دي حيثية ايه؟ تقييد، يعني ينتشر بقيد أن يبلغ ذلك إلى كل المجتهدين، إما على سبيل اليقين يعني أن نتاقن أنه قد بلغهم ذلك الرأي، أو نظن ظنا غالبا أنهم قد بلغهم، وأن تكون تلك المسألة تكليفية، لأن المسألة التكليفية هي المسألة التي تنجمع فيها همم المجتهدين لبحثها، مسألة غير تكليفية كتفضيل عمار على حذيفة أو العكس، فهذه من المسائل التي لا يلتفت إليها العلماء لكونها ليست تكليفية. إيه الفائدة من درسها؟ لكن المسألة التكليفية لا، ده في فائدة من درسها، وهو التعبد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تكون في محل الاجتهاد، يعني أن تكون هذه المسألة في محل الاجتهاد بألا تكون قطعية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فين؟ وأن تكون في محل الاجتهاد وألا تكون هناك أمارة سخط أو رضا، لأن لو كانت في أمارة سخط من بعض المجتهدين الذين وصلهم، السخط يدل على عدم الموافقة، طب والرضا؟ لا، ده الرضا قرينة قوية على الموافقة، مش هيبقى من الإجماع السكوت. وأن تمضي مهلة النظر، يعني أن يمضي على هذه المسألة بعد بلوغها لمن سكت مسافة، أن يبقى لهم مساحة زمنية، العادة في مثلها أن ينتهي البحث الفقهي فيها، وأن تمضي مهلة النظر عادة في تلك المسألة، وده بيختلف من مسألة إلى أخرى، في مسألة دقيقة تحتاج إلى كثرة نظر وإلى كثرة بحث، في مسألة بسيطة، وألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن تكرر واحد قال والتاني سكت، وقال تاني والتاني سكت، وقال تالت والتالت سكت، كثرة السكوت بهذه الطريقة يدل على القبول، وألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، وأن يكون قبل استقرار المذاهب الفقهية، كل ده قبل التدوين، قبل حركة التدوين وقبل حركة التأليف، كل هذه الشروط ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط. وأرجح المذاهب فيها ما ذكره المصنف من أنه حجة. طيب ده بالنسبة للإجماع وشروط الإجماع السكوتي. طب هو حجة وليس بحجة؟ قال فيه مذاهب، أرجح هذه المذاهب أنه حجة، يعني يحتج به في بناء الأحكام الفقهية عليه، لأن سكوت الساكت تقرير، قال الساكت ده سكوته إقرار منه على قبول ذلك القول وذلك الفعل، لأن الظن بهؤلاء المجتهدين أنهم إذا رأوا قولا لا يوافق أن يعلنوا رأيهم، فإذا سكت كان الشأن من السكوت الموافقة.
قال: لأن سكوت الساكت تقرير، تقرير يعني إقرار يعني اعتراف منه من الساكت بالموافقة، يعني اعترف بأنه موافق عادة، يعني دي عادة المجتهدين أنه إذا سكت فإن سكوته يدل على إقراره وعلى قبوله، وإلا يعني وإن كان له قول ورأي مخالف لأنكر ذلك، لكان مسارعا ومبادرا بالإنكار وقال رأيه وألف في الرد على القائلين بالرأي الآخر. ده شأن العلماء كده. طب هل هو إجماع أم لا؟ قالوا نعم إجماع، ولكن إجماع ظني، يعني الموافقة مظنونة فيه وليست مقطوعة، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن حج، لأنه لو لم يكن إجماع لم يكن حج. ليه؟ لأنه دائرة الإجماع يلزم منها الحجية. قال: لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن حجة لامتناع حجية قول غير الله، لأنه هيبقى إزاي قول بشر حجة؟ لو لم يكن إجماع لكان قول بشر، وإذا كان قول بشر قول البشر لا يكون حجة، لكنه حجة يبقى إجماع. لامتناع حجية قول غير الله ورسوله ما لم يكن إجماع، نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاجتماع والإجماع والموافقة الكلية من كل المجتهدين ضرب من ضروب الدلالة وضرب من ضروب الدليل. وقد نص الشافعي رضي الله عنه كما نقله الأستاذ أبو إسحاق وغيره على أن قول الواحد إذا انتشر إجماع لا تجوز مخالفته، قول الواحد من المجتهدين يعني أولاد إذا انتشر يعني ذاع وشاع، إجماع لا تجوز مخالفته، لا ينبني عليه أنه لا يصح من أحد ولا يحل لأحد من المجتهدين أن يخالفه. وقال الرافعي في كتاب القضاء المشهور عند الأصحاب أنه حجة، هو حجة، وهل هو إجماع أو لا وجهان. وفي شرح الوسيط للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، وثانيها أنه حجة لا إجماع. لا هو حجة، يعني هنستند إليه في بناء الأحكام الفقهية، ولكن لا نسميه إجماع، لأن الإجماع مختص بما علمت منه الموافقة صراحة. قال: أنه حجة لا إجماع لاختصاص مطلقه، مطلقه يعني إذا قلنا إجماع يختص بالإجماع المقطوع به بالموافقة، مطلقه عنده بالقطعي يعني المقطوع فيه بالموافقة، يعني كل المجتهدين قالوا بذلك صراحة. وثالثها أنه ليس بحجة، ده الإجماع السكوتي، ولا إجماع يعني لا حجة ولا إجماع. لكن القول الثاني أنه حجة لا إجماع دي مسألة اصطلاحية، هو اصطلح على هذا إن ما علمت فيه الموافقة بطريق القطع يسمى إجماع، وما لم تعلم فيه الموافقة بطريق القطع لا يسمى إجماع، دي مسألة اصطلاحية. وثالثها أنه ليس بحجة ولا بإجماع لاحتمال السكوت. ليه يا مولانا مش إجماع؟ ليه يا مولانا مش حجة؟ قال: لأن السكوت يحتمل أن يكون لغير الموافقة، ممكن يكون ساكت لغير أنه هو موافق وراضي بما قاله الآخرون، ممكن يكون ساكت بسبب الخوف من القائلين، هو خايف منه لأن هم مجتهدين تقال ومعهم الدولة، هيخالف في ايه؟ ها؟ هيقول ان هم كفار يعني؟
فبيسكت بدل ما يحصل له اللي يحصل. كالخوف والمهابة. أصله هو مجتهد، واللي قال بالكلام ده شيخه، وشيخه ده من كبار المجتهدين، فسكت من أجل أنه هايب شيخه. والتردد في المسألة، وممكن هو يكون سكت من أجل أنه متردد، ما عندوش حكم فيها، مش سكت عشان يبقى هو موافق، سكت من أجل الموافقة، لا. والذهاب إلى تصويب كل مجتهد، واحتمال أنه يكون سكت من أجل أن مذهبه أن كل مجتهد مصيب. مش لن أقول رأيي، ولن أقول بما يخالف أو بحكم ذلك القول الآخر، لأني أرى أنه صواب وأنا أيضا صواب. أمال متى أقول بأن القول الآخر على غير صواب؟ إذا كان المجتهد المصيب واحد والآخر غير مصيب، فينبغي علي من قبيل الأمر بالمعروف أن أخبر بأن هذا الرأي غير صحيح في اجتهادي، ونسب هذا القول للشافعي. هذا القول إلى أنه ليس بحجة وليس بإجماع، هذا منسوب لإمامنا الإمام الشافعي، أخذا يعني نسب للأخذ، بسبب الأخذ يعني هو منسوب للشافعي لأنه قد أخذ من كلامه. الإمام الشافعي لم يصرح بهذا، وإنما أخذه الأصحاب من كلام الإمام الشافعي، من قوله لا ينسب لساكت قول. طب هو ساكت، سكوته ده يقال عنه بأنه قال بما يوافق الذين قالوا في المسألة؟ لا، ده سكوته لا يؤخذ منه أنه موافق، لأن الموافقة دي قول، والقول لا يصدر من ساكت. ومن قوله لا ينسب إلى ساكت قول، وهذه من القواعد الرشيقة لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن قوله أيضا إن أبا بكر، الإمام الشافعي يعني قال إن أبا بكر قسم فسوى بين الحر والعبد، لما أعطى العطايا جعل الحر كالعبد ولم يخالف في العطاء بينهما، فيعطي الحر أكثر والعبد أقل، ولم يفضل بين أحد، يفضل بمعنى أنه يزيده في العطاء عن الآخر، بمعنى يزيده في العطاء عن الآخر، بسابقة يعني بسابقة إلى الإسلام، بقالش لا هذا قد أسلم قديما ومضى عليه في الإسلام سنون طويلة فأنا أعطيه أكثر ممن دخل الإسلام الآن، ولا نسب يعني لم يعطي آل بيت رسول الله أكثر من غيرهم. ثم قسم عمر، ثم قسم عمر العطايا وأعطى الناس، فألغى العبيد، قال لا العبيد ليس لهم في هذه العطايا، أنا سأعطي أسيادهم فقط، وسوى بين الناس، أعطى الكل كما يعني بلا تمييز بين أحد، أنت وأنت 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 والرجل كالمرأة وإلى آخره، إلى أن قال، كل الكلام ده مش مراد، هو بس المراد القطعة اللي جاية، إلى أن قال فلا يقال لشيء من ذلك إجماع، يعني لا يقال لشيء من ذلك إجماع. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر قسم وفعل وانتشر فعله بين الصحابة ولم يعترض عليه أحد، فلا يقال لما فعله أبو بكر هذا إجماع، وسيدنا عمر فعل وسكت الصحابة فلا يقال كذلك لهذا إجماع. ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله، يقال هذا قول سيدنا أبو بكر وليس هذا إجماع، هذا قول سيدنا عمر وليس ذلك بإجماع، وإلى عمر فعله
وإلى علي فعله. كل واحد اجتهد وقال ينسب إليه اجتهاده، ولا يقال هذا على سبيل أنه إجماع ولا 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 إله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ من ممن أخذ منهم أو ممن أخذ منهم موافقة، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة، لا موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب إلى ساكت قول، ولا يقال لغيرهم، لغير هؤلاء المذكورين من الصحابة ممن أخذ منهم، لا ممن أخذ منهم، يعني ممن كان يتلقى عنهم العلم والرأي وإلى آخره، هو موافق أو مخالف. يعني مثلا سيدنا عمر فعل، ما أقدرش أقول كل هؤلاء الذين سكتوا موافقون أو مخالفون، وسيدنا أبو بكر فعل، لا أستطيع أن أقول لمن بقي هم موافقون أو مخالفون، وسيدنا علي فعل أو قال، ولا أستطيع أن أقول البقية موافقون أو مخالفون. لماذا؟ قال لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ذلك الساكت أنه قال قولا موافقا لمن قال. وقد حمل المحققون، دخل العلماء الكبار لفض الاشتباك. لا، كلام الإمام الشافعي صح، لكن كلام الشافعي قال لا ينسب إلى ساكت قول، أي قول مقطوع به. فالنفي في كلام الشافعي إنما ورد على القطع بالكلام، على القطع بالقول، يعني أنا ساكت وسامع إخواننا دول بيشرحوا كتابي، كتاب غاية المأمول، وسامعهم وساكت وهم بيقولوا أفهمهم، سكوتي دليل على أنني راض لهذه الطريقة ولهذا الفهم، وإلا نتكلمت، لكن سكوتي هذا لا يقال عنه أنني قلت لهم أنتم مصيبون قطعا. اللي منفي في كلام الشافعي هو نسبة القول لهم على سبيل القطع، اللي نفى سيدنا الشافعي القطعية بالقول، وأما ثبوت الظنية بالقول إلى الساكتين ثابت. وقد حمل المحققون قوله هذا، أي قول الشافعي، على نفي الإجماع القاطع، يعني المقطوع فيه بالموافقة، وأنه لا ينفى، وأنه لا ينفي أنه إجماع ظني. لا، ده الإمام الشافعي بس عايز يقول إيه؟ عايز يقول لا، هو ليس بإجماع قاطعي وإن كان إجماع ظني. ويكون معنى قوله أنه لا ينسب إلى ساكت قول، يعني قول صحيح، قول صريح، يبقى أنا عندي قول صريح وقول كنائي، ينسب إلى ساكت قول كنائي، ولا ينسب إليه أنه قال قولا صريحا، لأن القول الصريح مخصوص بأن يتلفظ باللفظ بكل وضوح ويسمعه الناس، ولا نفي للموافقة التي هي أعم من الصريح. الموافقة حاجة والقول حاجة، الموافقة تعلم بالقول الصريح، وتعلم بالسكوت الذي يظن معه الموافقة. قال لا نفي الموافقة التي هي أعم من الصريح، يعني أعم من القول الصريح، كما يقول في سكوت البكر عند استئذانها، وإذنها صماتها، يعني هي قالت قولا ولكن هذا القول ليس قولا صريحا وإنما هو قول كنائي. كما يقول في سكوت البكر عند استئذانها إنه إذن، ولا يسميه قولا، يعني لا يسميه قول صريح، هي نعم أذنت، ولكن ما ينفعش أقول إنها قالت صراحة أنا موافقة، لا أنت مخت، تقول هي قالت أنا موافقة، ولكن إيه؟ قال قولا ظنيا، لكن لا تقول أنها قالت إنني موافقة قطعا. وكذا الولي إذا سكت عند الحاكم بالتزويج، سكت الولي
عند الحاكم بالتزويج يسمى معضلا ولا يسمى قولا. يعني يا أولاد الكلام ده حد فهمه؟ فهمه؟ معنى الكلام ده ايه؟ اصل هو الرجل الولي استدعاه الحاكم والقاضي وقال له جوز بنتك، لانه ثبت عنده بقى ان هو تقدم له اكثر من خاطب ورفض، فالبنت تضررت ورفعت الامر الى القاضي، فالقاضي استدعى الولي وقال له زوج بنتك، فسكت. الحاكم يقول له انت معضل، ويسميه انه قال قولا بانه لن يزوجها، ولكن القول ده قول ايه؟ قول غير صريح. قال واذا سكت الولي، يعني سكت الولي عند الحاكم يعني عند القاضي عن التزويج يسمى سكوته، يسمى سكوته أي سكوت الولي عضلا، ولا يسمى قولا يعني قولا صريحا يا أولاد، ولا يقال الولي قال لا أزوج، إنما علمنا أنه معضل، فكأنه قال قولا غير صريح أنا لا أزوج. وتقريره صلى الله عليه وسلم يسمى سنة تقريرية، رأى أحد الناس فعل فعلا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم يقال أنه أقره، ولا يقال إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صراحة هذا الفعل حلال أو حرام، ولا يسمى قولا. ولو أتلف إنسان مال غيره، يعني حضرتك وهو ساكت، يعني ذلك الغير صاحب المال ساكت، يضمن المتلفة، يعني حضرتك وأنا موجود أخذت هذا التليفون وكسرته وأنا سايبك، تركتك وأنا ساكت، هل سكوتي إذن ليك بأنك تكسر؟ ده أنت مجرم، وعلى هذا حضرتك هتغرم التليفون، ومش هتجيبه كمان سامسونج، هتجيبه كمان ايفون عشان اغلى، ده تليفون شيخ مش اي تليفون، تليفون شيخ عليه يعني حاجات فيه حاجات اسرار انوار اخبار. قال وهو ساكت يضمن المتلفة، المتلف يضمن المتلف لأنه لم يأذن صراحة، ما قالوش كده كسروا، يبقى لا ينسب يعني قول صريح يا مولانا. ورابعها أنه إجماع بشرط انقراض العصر، قال هو إجماع ولكن يشترط فيه انقراض عصر المجمعين لأمن ظهور المخالفة منهم، قال لأن احنا لما نترك المجال العمر كل لكل المجتهدين يبقى كده هنطمن، سوف نطمئن على أنه لم يخالف أحد، العمر كله مجال للنظر ومجال البحث، فإذا مات القائلون ومات الساكتون ولم يصدر منهم شيء اطمأنت قلوبنا إلى أن الساكتين لم يظهر لهم من الدليل ما يخالف في اجتهادهم اجتهاد القائلين أو الفاعلين. قال لأمن ظهور المخالفة منهم بعده بخلاف ما قبله، بخلاف ما قبل الانقراض احتمال أن يظهر لأحد منهم دليل، يظهر لأحد منهم شبهة، هذه الشبهة تقتضي تغيير اجتهاده فيتغير. وخامسها أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما، إن كان فتيا
وقال بها البعض وسكت الآخرون هيكون إجماع. ليه؟ قال لأن الفتية خطيرة. عارفين الفتية يعني إيه يا أولاد؟ يعني العمل والتطبيق الفعلي، مش الاجتهاد على الأوراق. ده الناس هتأخذها وتتعبد بيها، أما المجال البحثي النظري مش مثل الفتية في الخطر. رقم اثنين، الفتية تحرك البواعث الاجتهادية وتجعل الناس يلتفتون ويهتمون بخلاف الحكم. قال أنه إجماع إن كان فتية لا حكما، لأن الفتية يبحث فيها عادة أول ما تصدر وتحصل في المجتمع نازلة، يعني بواعث المجتهدين تستنفر من أجل جمع رأي في هذه المسألة لحاجة الأمة إليه، فهي محل للبحث. فالذين قالوا والذين سكتوا الجميع بحثوا نظرا لعادة الفتية، فالسكوت فيها رضا. لماذا؟ لأنك بحثت، أنت مجتهد والمجتمع محتاجها، ومن عادة الباحث أنه إذا رأى أن الأمر احتاجه الناس يعني أقحم نفسه واشتغل من أجل أن يصدر حكما بخلاف الحكم. الحكم يعني ليس في تحريك البواعث كالفتوى. وسادس، أنه إجماع إن كان حكما لا فتية، العكس لاختلاف وجهة النظر فيها، لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم. عادة الحكم هذا، عادة الحكم إنه هو لا يصدر إلا بعد، يعني ده حكم بقى، ده حكم مثل حكم القضاء، يعني الشأن فيه إن الذي أصدره بيعمل إيه؟ بيتشاور مع العلماء وبيتباحث وبينتشر وبيكون محل للأخذ والرد. ثم إذا اتفقت الآراء صدر الحكم، زي بالضبط كده هو مجلس الشعب الحالي. المجالس الشعبية الحالية هي بتعمل ايه؟ بتبقى وتنظر في المسألة والتشريع ويتنافسوا، يعني يتناقشون فيه، وبعد النقاش يصدر الحكم. صدر حكم قبل نقاش؟ ما حصلش. هكذا شأن الحكم بخلاف الفتية. لا، الفتية لا يحصل فيها ذلك النقاش المجتمعي، بنسميها في العصر الحديث ايه؟ النقاش المجتمعي. الحكم بيحصل فيه نقاش مجتمعي، وكل الناس الذي يصدر الحكم يذهب إلى العلماء ويتشاور معهم، فيكون الساكت قد وصل إليه الحكم وقد رضي بذلك الحكم، وإلا لخالف بخلاف الفتوى. طيب، سابعه، أنه إجماع إن كان فيما يفوت إدر تداركه، أنه يكون إجماع في شيء خطير لن نستطيع أن احنا نتداركه، يضيع من أول وهلة كاستباحة الدم. في هذا هيكون إجماع لأنه أمر خطير، والساكت لا يسكت إلا عن رضا لخطورة الأمر. واستباحة فرج، يعني إيه؟ يعني قلنا له مثلا إن النكاح ده، بعض المفتين قال أو بعض المجتهدين قال بأن هذا النكاح الفلاني مثلا جائز، لا يسكت الآخرون إلا إذا كانوا راضين، لأنه أمر خطير. ويعني الشأن فيه أنه لا يمكن أن نتداركه بعد ذلك، من أين أن يأتي له للمرأة التي وطئها بالبكارة؟ قال لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره. نعم، واضحة جدا، لأننا ذكرنا مثلها قبل ذلك. قال وثامنها أنه إجماع إن وقع في عصر الصحابة. قال الصحابة إذا علموا الحق
وعلموا الباطل لن يسكتوا على شيء. أما غيرهم ليس في ديانة الصحابة، ليس في قوة الصحابة. الصحابي عرف شيئا وخالف فيه ينكر على المخالف، لأنهم لشدتهم، يعني لشدتهم بمعنى إيه؟ لأنهم كانوا متمسكون بالدين، لأنهم كانوا متمسكين تمسكا شديدا بالدين. مش معنى الشدة هنا إن هم يعني متنطعين كتنطع السلفية، لا، ولا متشددين كتشدد السلفية. ده لشدتهم في الدين، يعني لشدة تمسكهم بالشرع، ولأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يسكتون على باطل رأوه، بل يبينون للناس، لأنهم تربوا في المدرسة المحمدية الربانية، لأنهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به. إذا كان أحد الصحابة رأى من المجتهدين، رأى أن ذلك الحكم يعني باطل وأنه يخالف اجتهاده، سيبين الأمر. بخلاف غيره، بخلاف غير الصحابة، ليسوا كديانة الصحابة، لم يتربوا في المدرسة المحمدية، فقد يسكتون إذا رأوا مثل هذا. قال: وتاسعها أنه إجماع إن كان الساكتون أقل من القائلين. يعني كأنه هو إن كان الساكتين أقل، حتى لو خالفوا، يبقى العبرة بالأغلب لا العبرة بالأكثر لا بالأقل. أو الفاعلين، نظرا إذا كان القائلين أكثر، يعني 90% من المجتهدين قالوا وعشرة سكتوا، قال خلاص يعني مش هيضروا، حتى لو تكلموا مش هيضروا. أو الفاعلين نظرا للأكثر، لأن العبرة بالأكثر لا بالأقل. وكأن هذا قول من قال بأنه لا يضر في الإجماع مخالفة العدد الأقل، وهو قول من قال إن مخالفة الأقل لا تضر. ثم بعد ذلك شرع يتكلم على يعني ضوابط ما سبق. نقرأ دي في الحصة المالقة.